كسر الخواطر لو يجيك من غريب مو غريب، لكن تموت من القهر لو يجيلك من حبيب. كسر الخواطر لو يجيك من غريب مو غريب، لكن تموت من القهر لو يجيلك. يلا صباح خير. تعالي تعالي الحين، انت كل يوم على هالصيحة هذه. يما راسي يعورني، عيوني ما ادري ايش فيها. انت ما تملين من هالقرقة هذه يا بنيتي؟ ما تدرين ما تدرين، بس هذه موسيقى كلاسيكية، تدرين شو تسوي بالاعصاب؟ شي تريحها، تسوي لك ريلاكس. وبعدين انا ابشرك من اليوم ورايح ما راح اقول لك لا راسي يعورني ولا غيره.
عسى الله يكسر راس العدو. قولي امين. الحين هذه الموسيقى مالتك هذه كلاسيك ما ادري شنو، ترى حفرتها من كثر ما تقولينها. بس عادي يا بنيتي، وينك عن عبد الله فضاله زويد؟ والنعم فيهم وكل شيء، بس هذا ذوقي. بعدين انتي مو قلتي كلن بعقله راضي؟ عاد هذا ذوقك انتي ولا ذوقه هو؟ صدق صدق احنا ذوقنا واحد. ما ادري ما ادري ايش اقول لك، يما حدي مستانسه مستانسه ما ادري ايش اسوي. ها انتي فواطير. عسى الله يهنيك ويحفظك من كل شر يا بنيتي. بس صدقيني يا عايشه، انا ما ادري شلون بعيش وانت بعيده عني. يما تاخره وايد، صار لهم ربع ساعه. تراك اذيتيني، رقدي شوي. يما انت تعرفين شيء انا ما اعرفه؟ انا اللي عارفه الريان راد في اجازه وراد يخطب. يما ما عنده اجازه، هو ماخذ صيفي، هو كذي قال. وبعدين كلها يومين ويرد، واول ما شافني قال لي عندي خبر يفرحكم، يعني اكيد يا يخطب. انا طبعا ودي اسوي حفله والبس فستان، لكن يلا هذا الشيء مقدور عليه، اقدر البس فستان في اي وقت اصور فيه بدال خسائر. جواهر كبري عقلك، لا تشطحين بعيد، نصيبك بيج. يما انا مو فاهمتك، بدال ما تفرحين لي وتخططين معاي قاعده تحورين قلبي. اخطط معك في شنو؟ انتي تجذبين الكذبه وتصدقينها. منو قالك ان جابر راضي يخطبك؟ وبعدين إذا بيخطب مو المفروض يخطب الكبيرة؟ الكبيرة أكبر منه، وبعدين هو من زمان حاط عينه علي، وأنا الوحيدة اللي جاب لها عطور، لأنه يدري أنا أحب العطور. أنت تموتين في شيء اسمه بلاش، وأنا الوحيدة اللي قال لها عندي خبر يفرحكم، يعني أخيرا قرر وأكيد يا يملك وياخذني معه. طبعا وأنا ما عندي مانع. أنا أقول توا الناس على هالكلام يا جابر. ليش يا عمي؟ أنت عندك ملاحظات علي؟ لا يا يبا لا تفهمني غلط، الله يعلم أني أعزك مثل عيالي وأبركها من ساعة أنك تخطب واحدة من بناتي، أنا ما عندي مشكلة. لكن يا يبا ما يصير، ما يجوز، البنت صغيرة وتبي تكمل دراستها. عمي أنا ما قلت بتزوجها الحين، أنا قلت أمنك بالأول، وذيك الساعة هي تقرر. إذا حابة تسافر معي وتكمل دراستها هناك أنا ما عندي مانع، وإذا حابة تكمل دراستها هني أنا هم ما عندي مانع. بس تكفى عمي، خلنا سافر وأنا مطمن، واللي تامر فيه أنا حاضر. أي تامر أنا اسكت، أنت شو قاعدك معانا؟ يلا قم قم روح، يلا اتبع. زين هذاك ما يسمع، أنت ما تسمع؟ يلا. إيش فيك يا عمي معصب؟ أنا توقعتك تفرح لي مثل ما هم فرحوا لي. يا جابر هذه قلت لك أنا بركة من ساحة، بس ما يصير أزود الصغيرة وأخلي الكبار، بيطيح حظهم ولا أنت من يعافك؟ الزين كله ما شاء الله وسامة وجميل ومريح، جمالك كل شيء فيك زين، أنا الود ودي أخطبك أنت حق بناتي. يا عمي أنت مصدق؟ إيش هالحكي عمي؟ أنا ما توقعت يطلع منك هالكلام الصراحة. مثل ما قلت لك يا ولد أخوي، البنت تبي تكمل دراستها، ما يصير مشغلها عن دراستها. يلا عاد جابر عاد اضحك وريح جمالك. عمي انا بصراحه ما راح اسافر الا لما املك عليها، او بصراحه قول لي اياها انك ما تبيني. يا ولدي صل على النبي، ما في ابو يكره ولده. ليش؟ شي يقول فهميني؟ يقول ان ابوي ما وافق. عاد هذا كلامك ولا كلام شروف؟ يا يبا
فديت خشمك يا حلوة اللبن، فديت خشمك أنا. أنت كل سالفة الدخلي شروف فيه، شروف إيش دراها بخطبة عاشر من الأساس؟ إحنا من زمان نعرف إنه يبيها، من يومهم صغار إحنا نقولهم حق بعض. شو الجديد في الموضوع؟ يعني يا يما يا حلوة اللبن، أنت حين تشوفينها عدلة إن الصغير تزوج قبل؟ لا. العدل إنها تعنس مثل خواتها، وبدل ما هم ثنتين يصيرون ثلاثة. زين الثنتين ما ياهم نصيبهم، توقف بويه الثالثة. هذا اللي تبيه يعني؟ يا يمة يا حلوة اللبن، ليش مستعجل؟ عووش صغيرة، خلي ينطر شوي. شو مصغرها؟ كلها كم شهر وتخلص دراستها، وإذا هي بتكمل دراستها في الجامعة يابر ما بيقول لا. هذا أنت قلتيها تخلص جامعتها، خلاص خلي ينطر، بتطير هي بتطير. أنت حتى ما شاورتها قررت من غير ما تاخذ رأي أحد. جابر يدرس طب، يبي له سنين لين يخلص، بيلها عنها وهي ما تدبر نفسها. عوش انا اعرفه زين، خليه هني في البيت عندنا امن واحسن. ولد عمها يبيها وبيباريها اكثر منك ومن امها بعد. يما بطلي هالنغزات، لا تثيرين اعصابي بليز يا حلوه اللبن. وانت عاد تصير حقاني مره واحده وخلي البنت تروح في طريقها. أنا أوقف في طريقه علشان أبي مصلحته وتكمل دراسته. باكر جابر بيخلص وبيصير دكتور وهي ثانوية ما عندها. أنا عارف كلامك وعارف لغزاتك، جمعتي هالكلام وقلتي أكثر من مرة، لكن والله والله يشهد علي أني أنا أحبها وأدور مصلحته ومو مقصر معاها مثل زمان. زمان راح، خلينا فتحين تكلم ولد اخوك وتحدد معاه وقت الملجأ. هاي ملجأ يا يمه، انتي بالعمالة تعصبين بي. انا قلت اللي عندي ومقتنع فيه، ورجاء لا تبتحين السالفة في البيت مرة ثانية ومعيانه بالذات. خلاص انا بخطب له وبزوجها، وبنت الحلال اللي أنا بخطبها لا يمكن، يعني يمكن ما ترضى إن أحد يشاركها بيتها، يعني يمكن لو أبوه أمه، ممكن يعني ممكن يدته، لكن عمه ومرته وعيالهم الخمس صعبة يوم. انت بطل شب ما تعرف ترد عليها، ولا خليتني انا ارد عليها. انت بتمشينا على كيفها، صار الشور شورها والقرار قرارها. يا شريف الله يرحم والديك، يعني قلبي ما يطاوعني اغث امي على اخر ايامها. روح زين اخر ايامها، عيوز النار هذه بتدفنك وتدفننا كلنا. تبي تقولين لي عاد روح زين؟ وانا اروح انا بيت بيتي اروح اقول لك انت تهاوشيني. بعدين امي نبهتني حضر حق نقطه مهمه، تقول لي عاد الولد كبر والحين في طوعك وكله ان شاء الله ما يقول شيء. باكر اخاف تزوج واحدة غريبة وتغير كل شيء. لا تكمل، هو حاطين على عوش وما يفكر موضوع ثاني، لا عرس ولا غيره. أمني لين يرد ذاك الوقت يحل هالحلال. يا شريف كل الأعذار اللي انت قلتي لي اقول له قلت له، بس ما تقبلها. زين ايش رايك نملي السكيتي وما نعلن؟ بيكرهونها يا عيسى. شيخة بيصير عمرها 30 سنة، كل هالوقت وللحين ما نست. يعني أنا اللي نسيت؟ أنا من ذاك اليوم ما اشتي أشوف أيه. تفضل، هذا أنت أبوها للحين لا نسيت ولا سامحت. شلون تبيها تنسى وتسامح أو تفرح حق أختها؟ يعني الحين أنت تبين تفهميني إن للحين شايلة على ياهل قالت اللي شافته؟ وهي بعد كانت صغيرة، والصغير ما ينسى. أنا كان ودي يا عيسى
كان ودي بنت العودة تصير أم حق إخوانها وخواتها وتلومهم عقب عيني، مو تحقد تكره. يا البايخة، أمرك ولا تمريني؟ أوف خلاص باكر باكر، بس ها إياني وياك تغيبين، ترى غبتي هالمرة ما راح أغبت عليك مثل كل مرة. شفتي عمايل يدتك أمك؟ الحين بدل ما يكلمني أنا ويشورني يتجاهلني؟ ينخش ويا يدتك وعقب أمك؟ ولا كأني أنا صاحبة الشان؟ مديحة شوي بكلمك أنا حبيبتي، باي. أنتي متى تتعلمين السنع؟ الأخلاق، الأدب، في شيء اسمه أطق الباب وأستأذن قبل لا أدخل. الباب أصلاً كان مفتوح، إيش فيك أنتي؟ خلينا في الأهم الحين. المهم مديحة تقول لنا في واحد حاط عين علي في الدوام ولمح لها إنه يبي يتقدم لي. أنا مو فاهمة، ليش ما يكلمني أنا أول؟ ليش ما ياخذ رأيي؟ ليش يكلم زوجته ويكلم أمه أول؟ أنتي أنتي قاعد تسمعين شنو قاعد أقول ولا وين مخك؟ مديحة هذه كذابة وعيارة وما تنبلع. شيلي اسم مديحة من الجملة وحطي اسم واحدة ثانية تنطبق عليها كل الأوصاف. عفا يا شيخة، تقصديني أنا في هالكلام مو؟ الحين مديحو هذه أقرب لك مني؟ بس عاد ولي عافيك، مالي خلق أسوي مقارنات. وأنا بعد كلش مالي خلق، وخصوصاً اليوم مالي خلق حق زيد وحق عبيد. ما بيعكر مزاجي وخرب علي فرحتي، مع أن أبوك اليوم كلش منقفة ما عجبني بالمرة. يلا ما بيخرب فرحتي، عقب عاتبه. شيخة تفتكرين كم بيكون مهري؟ شيخة تكفين تكفين، لا تمديني البوز إلا في هذا اليوم، هذا يومي. الله يخليك شيخة. أقول لك شيء؟ أنا أعتذر وأسحب كلامي إني تكلمت عن شينة الوي هذه مديحو. صدقيني يمكن يطلع كلامه صحيح وتنخطبين، ويمكن يكون عرسنا أنا وياك في نفس الليلة، ويمكن بعد نخلي تكاليف العرس في النص بيني وبينك. ها إيش رأيك في هالفكرة؟ لا تفكرين وايد يا بنيتي، الله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله. هالهدية مو لش تحديدا، تقدرين تقولين لنا احنا الاثنين تعرفين ايش فيها؟ اكيد تعرفين، ويا رب تيجي هالليلة بسرعة. يا عايشة الايام بعيد عنك بطيئة بطيئة حيل، ما ابي حد يشوف هالعلبة، اضمن مكان لها قرفة يدتي. اوكي صوتي عايشة. ما أدري يما، ما أدري. جاسم سويت يعني كل شيء لازم يطيح على راس هالمسكين هذا؟ اقول لك كان معاي في الغرفه ما مدى طلع. ايش فيك انت؟ ما تقول شيء يا رشود؟ تركي عنك رشود، رشود ياهل وما يفهم وما يسوي كذي الا هذا الثاني اللي تيم قوي قصه علينا. والثاني ولد من؟ ولد اليران؟
مو هذا ولدك العود؟ يا يمه يا حلوة اللبن، السيارة في النفاد، نفاد النفاده، ما يصير يسوق يا يمه، باكر يتعب حد يوديني في 60 داهية، ما يصير فديت خشمك يا الجسوب، ما يصير تسوق، باكر تتعب انت بروحك ما تسمع، لا تسوق خلاص يا اخي ايش فيك انت؟ نو خلاص خلاص ما تفهم ما تفهم بنت انت اللي ما تفهم. اقول لك كان عندي، ما تصدقني؟ كذبني وانا المره العوده؟ يبا صدقني انه كان معنا بالغرفه. شب انت شب، ما حط طلب رايك عشان تحجين. لا تشببينها ولا انت كلام الحق ما يدخل مخك، ما تحبين تسمعينه؟ عاجبك كلام امك يا عيسى؟ تكسر كلمتها قدام العيال وتقويهم علي؟ الله اكبر الله اكبر، الحين العيال صاروا عيالك يا ام راشد. يلا انت مش معي، يلا امشي. ايش تبي فيه؟ ايش تبي تقول له اكثر من اللي قلته؟ يمه بليز يمه، يا حلوه اللبن بديت خشمك، ارجوك ريحي جمالك وخليها تفاهم مع ولدي، ممكن ولا مش ممكن؟ يلا امشي ابا ابا. اقول مدام روزا ممكن تعطي الاذن يروح مع ابوي تفاهم معه؟ عاد انا مالي كلام معاك يا شروف، ولا بحط لساني على لسانك، ولو الكلام ينفع كان تحكيت من زمان. وراشد هذا اللي تشدين الظهر فيه كذاب، وديري بالك لما يكبر انت اكثر وحده تتعذبين من هالشي هذا، حطي كلامي في بالك. انت البكر اول فرحتي بالولد، انا ما اعترض على كتبة الله، العبد يريد والله يفعل ما يريد، باكر حد وراك وتدعمه ترجع على راوس انت ما تسمع، انا مو بعايش لك للابد، ابيك تهتم في نفسك، ابيك تصير قدوة حق اخوك الصغير، تسمع الكلام وتطيع علشان يصير مثلك. خواتك يشتكون منك، امك تشتكي منك، ابيك تصير ريال تصير ادمي، الله الله فيهم. انا عم اسالك سؤال، انت تحبني انا ولا لا؟ تحب امك ولا ما تحبها؟ امك تحبها ولا لا؟ انت ما منك فايده، شكلك انت مخك مكسور فاركين فراك، الحكي معاك ضايع، روح بسرع روح شقبط على الطوف، انا كل يوم بعد اصبغ وراك، يلا روح. القلب يا عايشه مثل البيت، في غرف وايد، في غرف ضيقه وغرف واسعة، في غرفة يسكن فيها واحد بس، وفي غرفة يسكن فيها عشرة. ساعات الغرف كلها تم فاضية تنطر من يسكنها، ما في أم في الدنيا ما تحب عيالها، لكن يصير تحب واحد أكثر من الثاني وبدون ما تدري، وأنا عسى الله يسامحني ويغفر لي، كنت أحب خالد أكثر ما كنت أحب عيسى، غصب عني كنت ما أحاول أفرق بينهم، ولما أشوف نظرة عتاب في عيون عيسى أقول له سامحني يا ولدي ما يخالف، هو الصغير والصغير يبي مداراة أكثر، وكبر الصغير وتزوج وصار عنده ظنة، لكن مكانته ما تغيرت في قلبي، وتم أقرب لي من أخو العود لما مات أبو عيسى الله يرحمه.
ويغمد روح الجنة وخلى علي البيت. خالد ترجاني إني أروح أعيش عنده، ومرت الطيبة قالت لي يا خالتي تعالي عندنا والله أشيلك على رأسي وحطك في عيوني. الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنة. عيسى كان يزورني بروحه، وساعات يمر ياخذ جسوم يودي الدكان نص ساعة ويرده، وما قدرت أعيش في بيت خلا من حس أبو عيالي. بيت كل مكان فيه يذكرني فيه. جمعت عيالي وقلت لهم نبي نبيع البيت، خلاص ما أقدر أعيش فيه، نبيع كل واحد ياخذ نصيبه يشتري له بيت على قده. وأنا بعد برتب أموري وأعتمد على نفسي. خالد ما رضى، قال لي لا يما ما نخليك بروحك، لازم تسكنين مع واحد منه. حبيبي خالد الله يرحمه ما كنت أسمع منه إلا الكلمة الطيبة، عمره ما دخل علي، وإيده فاضية كل آخر شهر كان يحط في إيدي المكسوم. كنت أقول له يا ولدي أنا كدادة وعندي خير، يقول لي يما خذيهم علشان الله يبارك لي في ولدي. يترجاني ويحب على راسي علشان أخذهم منه. عشان كذي يما تحبين جابر؟ جابر أخذ حنية أمه وأبوه، أنا ما ربيته مثل ما ربيتك أنت وأخوك، لكن أمه ربته وأحسنت تربيته. يلا أقول بنيتي، للحين راسي تعورج؟ إيه بس عادي تعودت. كملي. شكملي بنيتي اللي بقوله قلته من قبل. كملي أحب أسمع كلامك، وايد يريحني يما. ولا لحظة مرت علي ما لمت نفسي. 8 سنين وأنا ألوم نفسي لأني ما سكنت مع خالد، 8 سنين لين فقدته. لما خيروني أسكن مع خالد ولا عيسى، عيسى قال أكيد بتختار ولدها المفضل، بتختار خالد وتتركني، لكن اخترت أسكن مع عيسى، وروحي وقلبي كانوا مع خالد. ودارت الدنيا ورديت وسكنت في بيت الصغير، لكن عقب ما راح وترك من حسه ومن ريحته. يمكن يا بنيتي هذه حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى علشان أقدر أربيك مثل ما ربيت أخوك. هني جسوم أكلمك، أنا أكلمك. تعال. جسوم يلا دش داخل. لما أقول لك شيء قول إن شاء الله، تفهم أنت؟ يلا تعال. بقول حق ابوي انك رديت على سخافاتك وقمت تشخبط على الاطواف. تاخرت، اقصد قعدنا نحاتيك كلنا. صبحين على خير. ايش دعوه؟ توه الساعه 7 من الحين بتنام؟
شو تحب تتعشى؟ مشكورة، مالي نفس. جابر، أنا كنت ناطرة أسمع منك الخبر اللي قلت عنه. أي خبر؟ أنت ما قلت إن عندك خبر يفرحني؟ للحين أنا ما فرحت عشان أفرح غيري. اخبارك تمام؟ ايش تبي انت؟ وسخت الثياب الريال، ايش تبي؟ تبي فيروزه؟ يلا رايح لفوق. ايش قلت لي السخيف؟ براوي عايشه، خليني مع جابر بروحنا. إن شاء الله. جابر، اسمعني وركز معاي. تعال قعد. يما عمي، أنا كل ما كلمت بالموضوع قاعد يتهرب. بصراحة كلام مو مقنع، واعتبرني كني ياهل عنده. وانت ليش مستعيل على الملجة؟ افا يمه، ما اتوقع تسمع منك هذا السؤال. بس جاوبني. يمه ما اقدر، الله يخليك والله ما اقدر. يمه قلبي هني وانا مشغول بالي بدراستي برا، على الاقل خلينا نملك عليها وتسافر معاي. ما تقدر تاخذها معاك، هذه اخر سنة لها في الدراسة. اقصد املك، واول ما تخلص تجيني، وانا هناك راح اقدم لها على جامعه اذا حابه تكمل. يعني كذي كذي بتتم هني؟ يدتي برتاح اكثر، حتى لو تاخر الموضوع كم شهر راح ارتاح نفسيا. تكفين، ارجوك فهميني. فاهمتك يا ولدي، وبغيت اسمع منك قبل لا اقول لك اي شيء. اسمع اللي بقول لك عليه ولا تعارضني. تقدر تمدد اجازتك؟ يا ظهر هالعيوز، مجرأت علينا هالخبل هذا جسوم. أقول أخذي الكريم وطصي غرفتك. إش دعوة؟ قاعد على راسك. لا حبيبتي، مو قاعد على راسي، بس ما يصير عاد، ما في خصوصية كلش كلش. وين طاق علي الباب؟ تبين شيء؟ ولي ذبحتينا، هم ما صارت شوية كريم؟ هي يا تعالى كريم. ايه ترينقات، ايه شوز، ايه عطورات. لو جاية على كريم كان فمنطمة من زمان. لا تبالغين عاد، قياسي غير عن قياسك. ريلي اصغر منك بوايد. بعد كنت تبين ريلي نفس ريلك؟ هذا اللي ناقص، هذا اللي ناقص عشان تكمل. تفضل. عادي اقعد معاكم؟ على اساس انا هني فاتحتها صالون نسائي ولا صالون ادبي؟ فارجي ان شاء الله. زين سويتي فيها؟ وانتي بعد بس شطراره، فتشي عن كيسك شوي، كل شوي طاق علي الباب تدرين شي. بس جاسم، ايدك جرحت من الغاز، لازم تلبس كلفس كل مرة. لا والله، شوف انا شريت لك علبة جديدة، انت اول ما تبي ترسم حطها بجنطتك، اوكي؟ اسمك وايد حلو، ما ادري ابوي وايد يعصب. قطبنا. أنا إن شاء الله أول ما أشتغل بفتح لك محل. تبين أنا لازم أغسل إيدك أنت. أنا أدري يا جابر إن هذا مو كلامك، هذا كلام أمي وأعرفه زين. وش فيها يا عمي؟ يدتي وتبي مصلحتي.
مصلحتك هاي تعرف مصلحتك الله يهداك. انت على وين سفر ولا بس السالفه سالفه تعنات خذوه فغلوه. يا عمي انا واثق في اختيار ادتي، وصراحه ذول جيراننا من زمان وخوش ناس وما عليهم كلام. ويا عمي انا مليت من الغربه وبتزوج، وبعدين عاد هالمره ابي وقفتك معاي. يلا يا عمي الناس انطرونا. لا طلعني من طوالي انت، ما تخذت موعد، ما اتصلت لعبه هي بس تعالتك انت عبالك اذا ختم اليوم رقم يومين نملك. يا عمي الله يخليك، ترى الام عندها طلبات والبنت يتيمه ما يبون الا الستر حق بنتهم. انا بعد ادور الستر حق بنتي، ايش فيك؟ ليش مستعجل؟ اصبر شوي. يا وبعدين معك انا قلت لك موافق، ليش مستعجل على الملجه يا جابر؟ يا عمي كنت مفكر انه ملجه وبس، بس انا غيرت رايي لان يدتي قالت ان البنت يمكن تسافر معاي. هذا كله صار في ساعات وانت ريال متعلم وباكر بترد دكتور تتزوج عن طريق يدتك. اذا نفرض الحين خطبنا انت عقب الملكه ما تبي تطلع اوراقها، ما تبي تسوي لها تاشيره فيزا، ما تبي من الناحيه هذه. اطمن لا تخاف، انا دزيت ايميل حق الجامعه وباجل السفر. ها انت خالص مسوي كل شيء ما شاء الله في ساعه واحده، قولش عندك بعد اطربني اطربني اطربني. يا عمي انا ما عشت مع ابوي كثر ما عشت معاك، وكل ابو يتمنى انه يزوج عياله ويشوف عيال عياله، وانا ادري ادري انك عادني مثل ولدك، وانا صراحه يا عمي ما ودي اني اضايقك بهالقرار، وما ودي اني اجيب وحده قريبه واقعدها بيتنا حتى لو كانت بنت الجيران. بس اسوي اللي ضايق اليتم يحل اللمه، وانا ريال شايفني مالي هدومي، ودي اتزوج واكون لي عائله، ومالي بالخرابيط اطالع الله ثم اطالعك. شو اللي مضايقك يا عائشة؟ يا بنيتي أنا قلت لك من قبل اللي ما عنده لسان حقه يضيع. شو اللي مضايقك؟ أنت قلتي لا يروح يخطب ستره، ليش يما؟ علشان أبوك يوافق. شلون هو راح يخطب ستره؟ أنا خطبت ستره من زمان بس مو حق يابر. يابر إن شاء الله من نصيبك وأنت من نصيبه. باجر باجر يا شريف خلنا خلص من هالسالفة. الريال كلمني وما ألقى أحسن منه، وإذا السالفة سالفة صغيرة وكبيرة أنت يمهم قاعدي معاهم وفهميهم البنت جايها نصيب، يعني يكرهون الخير حق أختهم. ايش تبين اقول يا عيسى؟ ايش تبين اقول؟ من شوي كنت اتكلم بنفس السالفه مع الشيخه، ومو راضيه تقتنع في الموضوع، ولا حتى جواهر راضيه تقتنع في السالفه. ايش تبين اقول لهم؟ اقول لهم اختكم الصغيره بنت البارح تبي تتزوج قبلكم وتصير هي رايه البيت؟ لا، او راعي البيت بيترك الملحق او يسكن عندنا هني، يعني خلاص انتم ما لكم حريه في البيت. أخذتهم تصير راية البيت ولا تصير واحدة غريبة؟ على شنو هاي بناتك مخيسين النفس؟ من زينهم؟ يمرون ولا يسلمون على عاشر؟ واحدة منهم مد البوز لا تسلم ولا تقول شيء، الثانية لا شغل ولا مشغلة، وطلباتها ما تخلص. عووش الصغيرة أذرب منهم، ترى أنا ما أجلت الزواج علشان بناتك هذه أكبر وهذه أصغر، لا أنا ما بيها تهد البيت، هي نسبة البيت عوش. ول 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 الحقت عيوز النار تسوي أكشن وتقلبك على بناتك؟ تبي تقول إن تربيتها أحسن من تربيتي؟ يا شريفة أم اللي ما بعجبتك ربت هالاثنين اللي أنا وياك ما تقبلناه، والله بيغفر لنا. أنت ما تقبلت إياه لا يسمع ولا يتكلم ولا بمثال. هالشيء كان متوقع. لا مو متوقع يما، من صدقك
اكيد انت غشمرين. شنو متوقع ما متوقع؟ الحين عوش هذه الخايسه تاخذ جابر؟ من اللي قرر هالشيء؟ احترمي نفسك يا جواهر وعدلي ملافظك. اللي انت حكيناها هذه اختك. يا نيتو انتو ما في مخ هني خلاص استخفيتو. شلون يعني ترشحون لعوش؟ غاصب وهو غاصب. ما رشحنا احد حق احد. جابر هو اللي خطب عواشه يبيها وابوك وافق. بعدين انت علي اقول لك ايش فيك انت قلب الدنيا؟ ايش فيك؟ نطري شوي نصيبك بيج. يما ولي عافيك هالجمله ابدا لا تطرينها. يا النصيب ولا مايه عادي، المهم ان الجعده تتزوج. تكلمي عن نفسك. جابر يبيني انا يما. من اللي حط في راسه عووش؟ ليش؟ هو قال لك شيء؟ اوعدك بشيء؟ من غير ما يوعد. انا اصلا انا يعني حتى تلخبطون الواحد انا ما ادري ايش اقول. كاني في كابوس. اصلا اكثر وحده اتكلم معها انا. واكثر وحده مهتمه فيه. اقصد هو بعد مهتم فيني. واكثر وحده جاب لها هدايا. عيارتك، انت توصينا. احترمي نفسك انت، احترمي نفسك. انا محترمه نفسي. انت اللي لازم تعزين نفسك. شكلك وانت تتكلمين في منتهى السخافه يضحك. سكتي انت، سكتي احسن لك، سكتي. بس انت وثنتين الحين انت بدال ما تهدينها يا تعصبينها. يما مو دوري ان انا اهديها. انت لو مو انا.